الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة. في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة. أراد الرسول الأكرم من وراء ذلك توطيد أواصر الصلة بين المسلمين في مجتمعهم الجديد، لا سيما بين مسلمي مكة الذين سموا بالمهاجرين ومسلمي المدينة الذين سموا بالأنصار. وقد جرى هذا الحدث في السنة الأولى للهجرة، فلم يبق أحد من المهاجرين إلا وله أخ من الأنصار إلا الإمام علي عليه السلام الذي لم ينتخب له الرسول أخاه. فسأل الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال له: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. وفي رواية أخرى أن أخوك لمكانة الإمام علي عليه السلام في عالم الإسلام ومدى قربه من الرسول صلى الله عليه وآله. فأراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التأكيد على هذا المعنى بأن يقول: أنا النبي وهو الوصي، أنا الرسول وهو الهادي، أنا المبلغ للإسلام وهو المفسر له.